مصيبه في مصيبه. في ايه؟ طيب فهميني. جه واحد من يومين ركب لمبه من شركه، اتاري اللمبه دي فيها كاميرات. طب انا على علاقه بخطيبي وجبته هنا وجبته هنا. يا ماما اسكتي نور، اسكتي يا نور بس. يعني هي كانت متوزنه عند اسكتي. لا لا عليك على شيء. اسكتي عيب يا نور، عيب تقولي على ماما كده. مساء الخير يا فندم. انا شادي يا فندم من شركه اسمها اس كي جروب. الشركه دي عملت منتج جديد كده بمناسبه انقطاع الكهرباء وكده، حضرتك عارفه اكيد يعني. ايوه. فيعني تسمحي لي ادخل عشان تسمعيني؟ اتفضلي. فاحنا عملنا منتج لمبه اول لما النور ما يقطع بتشتغل يعني، فاهمه، بدون كهرباء. والمنتج ده يعني؟ بتشتغل عن طريق الشحن. تمام. فالمنتج ده انا هسيب لك منه عينه يعني تجربيه وان شاء الله اعمل لك الشقه كلها بتاعتك كده. طب دي يعني ضمانها ايه؟ دي بتبقى ضمان سنتين، وسعر المنتج على حسب الكميه اللي حضرتك هتاخديها في الشقه. فانت ايه اكتر مكان بتقعدي فيه النور قاطع؟ والله انا هنا عامله جبسون بورد فما بحتاجش هنا لمبه. فممكن عندي في اوضه النوم. خلاص الموجه هركب لك العينه في اوضه النوم وباذن الله يبقى في بينا شغل. ماشي يا فندم. اتفضل. ماشي اتفضل. هي كده على طول؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. اللمبه قال الله لا خليكي تشحتي، تقالي بس هاخد كل اللي حيلتك. ماتش يلا يا استاذ خلص، جوزي لو جه هنا هيعمل مشكله لو جه لقاك هنا. حاضر يا فندم، انا اقل من دقيقه. حضرتك اتاخرت قوي، يلا كده ما ينفعش كده. حاضر يا فندم حاضر، انا خلاص اقل من دقيقتين بالظبط. يا لهوي لو جوزي جه هيعمل لي مشكله دلوقتي، ربنا يستر. تمام يا فندم انا كده. بصي خلاص، انت لما بتعوزي تشغليه تعملي كده اهو، كده يشتغل ناحيه واحده كده، لو النور قطع خلاص هيفصل. هيفصل بعض. مع الف سلامه. شكرا. الله يسلمك. شكرا. شكرا يا فندم. طب استنى استنى استنى، خدي حاجه بسيطه. لا يا فندم الخدمه مجانيه. حاجه بسيطه بس. لا الله يخليك. استميلي استميلي والله. شكرا. ما ينفعش كده. اتمنى ان المنتج يعجبك والله، وان شاء الله يبقى في بينا تعامل قريب يعني. شكرا يا فندم. رقم تليفونك بس عشان المتابعه. ماشي يا فندم اتفضل. عادي اكتبها لحضرتك رقم الشركه. اتفضل. اهو بصي وصلني بس كده. تمام يا فندم شكرا. ماشي فندم ميرسي جدا. فرصة سعيدة يا فندم. ماشي فندم شاكرين قوي. مع الف سلامة. عايزة حاجة؟ أنا ماشي. بقول لك صحيح، في واحد امبارح جه ركب لومد للشقة مجاني. ما رضاش ياخد فلوس خالص؟ ما رضاش ياخد أي حاجة، عرضت عليه حتى حاجة بسيطة ما رضاش. الله يبارك له. عايزة حاجة؟ مش عارفين تبع شركة ولا إيه؟ مش مشكلة. لا هتتأخر؟ هروح اتعشى كده عند امي كده، اخد ابراهيم اتعشى عند امي واجي. طب ما تتاخرش. عايزه حاجه؟ لا ربنا يخليك. مع السلامه. بصي يا رورو. نعم. بصي يا حبيبتي، هبعتك دلوقتي تجيبي حاجه من الصيدليه تودي عند تيتا، وما تجيش الا لما اكلمك. ماشي؟ اشمعنى يعني هو كده؟ انا هعمل حاجات في البيت كده عشان ايه ما تضايقنيش ولا حاجه. تروحي عند تيتا كده تقعدي شويه معاها وتدي لها العلاج، وهرن عليكي تيجي على طول. ماشي. خدي حبيبتي، خدي تليفونك، هرن عليكي تيجي على طول. خلي بالك من نفسي. باي باي يا قلبي. الو. اي محمد. نزل والبنت مش موجوده. يلا بقى متاخرش. باي باي. تمام. الدنيا امان؟ تمام. امان صح. وده مين ده كمان؟ الحق اصوره. ايه الرقم الغريب ده؟ ايه؟
له؟ ايه رايك؟ شفتي بلاويكي طلعت عليك ازاي؟ بس انا موجود عشان اطلع حق جوزك منك. حرام عليك انت كده هتخرب بيتي. انا عايز 1,000,000 جنيه يا حبيبتي وكاش. لا كتير 1,000,000 جنيه. تتصرفي ماليش فيه. 1,000,000 جنيه ليكي 3 ايام بالظبط، يا اما جوزك والعالم كله هيشوفك وانت كده على الفيسبوك وانت ملعلعه باللي انت بتعمليه في بيت جوزك. حرام عليك. لا مش الو يا دعاء، الحقيني يا دعاء الحقيني، انا في بلوى، دعاء الحقيني بسرعه. طب يلا هستنيك، مع السلامه. مع السلامه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه اللي جابك؟ اقعدي هنا، اقعدي. اقعدي. تعالي يا دعاء، تعالي. في ايه يا هبه؟ ادخلي ادخلي. انت بتصوتي ليه كده؟ ادخلي روحي هناك، روحي بالراحه على البنت شويه. في ايه؟ اقعدي اقعدي، انا في مصيبه، في مصيبه. في ايه؟ طيب فهميني. جه واحد من يومين ركب لمبه من شركه، اتاري اللمبه دي فيها كاميرات. طب انا على علاقه بخطيبي وجبته هنا، وجبته هنا. يا ماما اسكتي. نور اسكتي يا نور بس. يعني هي كانت متوزعني عند اسكتي. لا لا عليك على شنطه. اسكتي. عيب يا نور، عيب تقولي على ماما كده. دخليها جوه. روحي يا نور جوه. دخليها جوه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا هبه؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل، وبيهددني دلوقتي، بيهددني بيهددني وبعت الحاجات. بصي اتفرجي 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 اتفرجي. انت ازاي تعملي كده اصلا يا هبه؟ وازاي اصلا تجيبي خطيبك ده هنا؟ مش عارفه مش عارفه. انت بتعملي كده ليه؟ انت مش حياتك مستقره مع جوزك وعندك بنت مش تراعي ربنا فيها؟ بحبه مش بحبه. هو ايه اللي مش بتحبيه اصلا؟ ده مش مبرر ليك يا هبه. تعبت تعبت من العيشه دي، مش عايزه. والله تعبتي، انفصلي بالاحترام. تعبت، مش عايز يسيبني والعيال، مش عايز يسيبني والعيال. انت مش عندك بنت؟ اديكي شفتي بنتك اديتك رد الفعل عامل ازاي، وكمان بتتعصبي عليها وانت غلطانه. ايه ده؟ خليني الموضوع ده اجيب له منين 1,000,000 جنيه؟ اجيب له منين؟ اديني رقمه. اهو اهو رقمه، اهو اهو رقمه، اهو اهو. ماشي سيبي الموضوع ده، انا هتصرف فيه. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا مش عارفه. توقعي نفسك في الغلط والقرف في الاخر تقولي هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ قرف. هو يعني هيصدقني وينزل ده ولا هيعمل ايه؟ ما هو انا لازم ادبسه ولازم اسجله. ما انا لازم اسجله، وانا لو ما عملتش كده ابقى واحده مش كويسه مع صاحبتي، ولازم اروح ابلغ عنه بالتسجيل. دعاء انت مش هتكلمي نفسك في الشارع؟ انا لسه كنت بفكر فيكي عشان عايزه اكلمك. خير؟ في ايه؟ عارفه هبه صاحبتنا حصل معاها نصيبه وكارثه. ايه؟ واحد شكله عامل كومبينه هنا في المكان، وعامل نفسه ان هو بتاع كهربا وبيوزع لمض. هو ايه المشكله؟ ما يركب لمض. ايه المشكله؟ اللمبه فيها كاميرا، ركبها لها في اوضه النوم. والمصيبه بقى والكارثه، سيبك من كل ده، الاستاذه لسه على علاقه بخطيبها القديم وبتجيبه البيت. يا نهار اسود. والتاني بيساومها وعايز 1,000,000 جنيه. بصي انت بتسمعي وتقولي يا نهار اسود، امال انا اعمل ايه؟ اللي شفت بعيني. دعاء انا في مصيبه. انت كمان. يا نهار اسود يا دعاء.